صباح النور، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ البارح كان عندنا العشاء، اليوم نهار ثاني. صبحنا ناعسه غير شويه صراحه، حيت نعس مزيان في الليل. عندي الدار حالتها، قلت لكم هذه السيمانه معروضه نهار الاربعاء العشاء واحد اخر ونهار السبت الزرده، يعني خصني نجمع الدار حالتها. بديت في هذوك المخادم الاولين، المهم طلعت اخر نهار غتشوفوهم هو اليوم. انا حيت دوك المخاد حيت غنعطيهم واحد السيده، خصني غير نتواصل معها فين غادي نديهم ليها. كانت واحد البنت قالت لي في اليوتيوب، قالت لي عافاك الا بغيتي تحيديهم عطيهم ليا. عطيتها انستغرام ديالي، دابا اكثر من سيمانه باش تواصل معايا ما تواصلتش معايا وصافي. المهم تواصلت معايا واحد السيده واحده اخرى، عطيتهم ليها وعطيها نعطيها حتى طلامت. قالت محتاجاهم، قلت لها الصراحه راه زعما ماشي شي حاجه، قالت لي لا غير بغيتهم. قلت لها واخا ما كاين حتى شي مشكل وصافي. دابا غنجمعهم باش غنديهم ليها، غندير لهم لاسبيراتور هما الاولين ونصبنهم. هادوك راه هما محطوطين تما، طلعين تاس غنديرهم يتصبنوا حيت حشومه الا تعطاو بحال هكا، وغنشرهم حتى ينشفوا ونجمعهم ليها مع المخاد ونعطيها كلشي. المهم خليكم معايا ونشارك معكم اليوم الكادويات اللي جابت لي بنت خالتي، راه ما بقى حاطهم هنا. ولكن قبل من هادشي يا اختي، قبل من هادشي غنجمع هاد الصن هو الاول. ما بقيتش حامله، نشوف هاد اللون، ما بقيتش حامله، نحيد كلشي. بقى طلع ليا عبد، كيطلع ليا هانتوم، كيطلع ليا هانتوم، هانتوم مشى. ها هو كيبان في الجلي، شتو راه هو، شتو باش ما كنكذبش عليكم، ها هو داك راسو، ها هو. كنقول لي ما بقيتش حامله، كيبقى يطلع ليا، كيقول لي دوزو وقتها. اوبس. المهم اختي انا ما باغيش نمونطي، غنحيد هاد الطليمطات، غنعطيها حتى هاد الخشاوات ديال هادو وهادو. المهم قالت لي راه يصلحوا ليا، نعطيها تقدر هي تخدم لهم شي حاجه. صافي غنحيد هادشي كامل وهانتوما معايا، ونرجع باش نشارك معكم كادويات ودوزوا معايا هاد النهار ونبداو الروتين ديالنا على بركه الله. المهم اللي عنده شي قنيطه مرونه، شي بيت نعاش، شي صالون اولا شي بلاكار، خصي حطيني حداك وتفرجي فيا وما تنسيش لي اللايك ديالي الا كنت كنبان لك انني نستاهلها. صافي وتنتقدي حاجه كيف ما شفتوا، انا فضلت انني احسن ما نبقى كنهضر معكم، نحط انا الكاميرا ونمشي نقضي شغالاتي ونهضروا هكا فشي موضوع اللي يكون هو يكون زوين هكا ومفيد، ونجاوب على الاسئله ديالكم خصوصا اللي كتبقى كتعاود بزاف. صافي هنا كيف ما شفتوا غندوز على الصالون، باقا تابعني واحد التخميله فاعله تاركه حتى يوجدوا لي الطليمطات ويقول لي السيد راهم موجودين. غنعيط لواحد السيده اللي غتعاوني بطبيعه الحال، وغندير لي واحد الفركه هي هذيك، وهذاك العود البنات غدا غير نمسحوا الفيرني لانه شان احسن ما كاين في العود، ما غاديش باقي مزيان، ما كاينلاش نحيدو ونعاود ثاني ندير واحد اخر، يعني لا كاليتي ديالو مزيانه. البونج اللي عندي هذا 33 حتى هو المزيان، هو اللي كاين دابا احسن حاجه كاينه في السوق، يعني ما غاديش نبدلو. الطليمطات هما اللي بدلت، والريدو حتى هو خدمته، وكنتسنى انا كيف ما قلتوا لي في لي كومونتير حتى حنا كنتسناو نوال معاك باش ناخذوا الافكار ان شاء الله، ما نخبي عليكم حتى حاجه. ودابا نبداو الفقره ديال الاجوبه على الاسئله ديالكم والاستفسارات. فين غبرتي يا نوال؟ فين غبرت عليكم اختي؟ واحد البنت، بزاف البنات، شي ثلاثه صراحه، كيقولوا لي واختي راه صاحبتي راه عندك متتبعات، ما تبقيش غير تجي وتغبري. صراحه سمحوا لي بزاف لانني عارفاكم انتم كتولفوني وكتبقاو تقلبوا عليا في اليوتيوب وما كتلقاونيش. صراحه البنات عييت شويه. دابا كاينه بنت خالتي وكانت معروضه، يعني هاد السيمانه عندي بزاف العراضات، وكتعرفوا ما يمكنش توفقي في كل شيء، خاصك ضروري كتغلبي صراحه كتغلبي. ودابا وليت يعني اليوتيوب بالنسبه لي دابا ولات خدمه وفيها مدخول الحمد لله، كيجيني حقي منها باش ما نكذبش عليكم، يعني الحمد لله تفعل لي الربح وبديت كن يعني ولا عندي صالير هكا اللي قد ما خدمتي قد ما كتخلصي، ماشي بحال في الاول كنحط مره في شحال، يعني كنقول انا مستافده الا حطيت فيديوهات بزاف. ولكن كيف ما كنقول لكم ما كنبغيش نكلف على راسي، ملي كنحس براسي عييت صافي كندير الاولويات، يعني اولويات ديالي خصني نتهلا في داري، نتهلا في ولدي وراجلي، نتهلا في راسي بعد انا الاولى، وخدمتي بطبيعه الحال الاساسيه اللي هي يعني في العياده. البنات اللي ما عارفينش انا خدامه في العياده ديال العظام والمفاصل ديال الدراري الصغار، يعني خدمتي ما كنفكرش اني نجلس منها حاليا وصافي. واليوتيوب كياخذ الوقت بزاف، يعني كيعجبني هادشي اللي كندير، هادشي اللي كنتقاسم معاكم، كنبقى انا كنقول اليوم غنحط هادي، غدا نتقاسم معادي، نتقاسم معاهم هادي، كيعجبني. ولكن ملي كنعيا راه الغالب الله، زعما لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تنتوما البنات سيروا بهذا السيستم باش تكونوا مرتاحين في حياتكم. هنا كنشارك معكم هادو ديال ايكيا، البنات باقين كيسولوني
خديتهم من ايكيا. واش كيتباعوا برا ايكيا ولا لا ما عرفتش الصراحه، ما عرفتش، يقدر يكونوا منظمين وحدين اخرين. تفشيئين راه كاينين منظمات بحال هذا الشكل. انا خديتهم من ايكيا ب 19 درهم فاصلة شي حاجه، والصراحه عمليين وزوينين، ينفعكم هكا البيت النعاس، بيت الدراري اولا الوليدات في البلاكارات ديالكم، صراحه زوينين بزاف. وندوزو على الاجابه على الاسئله ثاني ديال كيفاش كتنظمي وقتك. دائما كنقولها كيفاش انت خدامه وكيبقى لك الوقت للشقاء. انا ما كنخدمش في الصباح البنات، قلت لكم شحال من مره، وحتى شحال هذه فاش كنت كنخدم من النهار كامل كنت هذا الشيء كنديرو في الليل، يعني باغا نبدل لي دغا، باغا نصبن، باغا نشر، كندير في الليل، وفي الصباح كنكمل. يعني الصباح كنبريباري في الليل شنو باغا نطيب، الصباح كنفيق بكري، يعني كنت كنزيد عليه واحد ساعتين. يعني مثلا دابا غنفيق مع 8 مثلا، يعني شحال هادي خصني نفيق مع 6، يعني كنت كنرهق راسي، يعني ضروره خصني نصبن، عندي وليد صغيور، خصني نطيب لي ماكلتو، خصني كنت الصراحه كنت معذبه بزاف. دابا الحمد لله ملي تقضي الوقت شويه ما بقيتش كنخدم الصباحات، ما بقيتش كنخدم السبت، الحمد لله والشكر لله. شحال هادي كنت كنخدم حتى السبت نص النهار، كانت عندي القضيه مزيره، يعني انا حاسه بكم، ولكن كنت كندير هاد لي طاش وما كانت عندي حتى شي وحده اللي تعاوني. فايتين جاو عندي ثلاثه البنات كانوا يعني كيعاونوني مساعدات في الدار، ولكن صراحه ما عجبنيش هذاك السيستم. انا كنت لافوت مني، انا كنت يعني كنفشش الواحد بزاف، حتى ماشي كيطلع لي في راسي، كيولي حساب لي واش انا اللي كيولي دير راسك من راسو، فهمت؟ كيتسناك انت اللي ديري الحاجه. كنت كنحشم بزاف، كنت كنخرجهم معايا نديهم معايا بحالهم، يعني بحالهم بحال امير، ولكن داك السيستم ما خدمش ليا الصراحه، ما سلكنيش. وصافي فضلت انني هكا مني توسخ الدار نجيب السيده اللي تعاوني، خصوصا دابا مني ما بقيتش كنخدم الصباحات اختي، صافي وليت كنشمر على دراعي وكنعول على راسي، والحمد لله نهار كنتغلب صافي كنحبس. دائما كنشارك معكم البنات، انا مغلوبه، كنت كنبقى نشقى وكندير كثر من جهدي حتى كيضرني ظهري ويضروني رجلي وركبيه، وعاد كنجلس وبقيت انا كنشكي وانا عييت وانا هادي. لا دابا لا، دابا الشيء اللي كتشوفوني كندير فيه انا باغا نديرو، تابعني وكنقول خصني نحيدو، يعني بكل فرح، ما كيعصبنيش هذا الشيء. الا عييت غنجلس غنبدل فهمتوا، نخرج شويه، وتعبد الحمد لله متفهم. وعبدوا البنات باش تعرفوا، الحمد لله والشكر لله، عبدو هو اللي علمني هاد القضيه، كيقول لي ما ديريش حاجه وتنكري عليها، صافي عييتي جلسي ارتاحي، المهم هي صحتك، المهم هي المورال ديالك، تكوني انت عاجبك الحال قسما بالله. يعني هاد القضيه تعلمتها من عنده وكنشكره بزاف عليها. انا كنت كنقول لا وتابعني تابعني خصني ندير، كيقول لي شوفي صحتك والمورال ديالك هو الاول، وشنو كيقول لي ولا بقات تطبل هكاك شنو غيوقع، ولا بقات هذيك الصالون بحال هكاك شنو غيوقع، مهم هي انت ما تعصبيش والله. وجيت نشوف ونفكر لقيت انا عنده الحق، نديرو مجهود ايه واحد الساعه ندورو بالدار هكا، ولكن الا كنتو الا عييت صافي ماشي معيت، انا غنكون عيانه اليوم وعيانه غدا وعيانه بعد غدا، ونبقى متكاسله وشاده التليفون والمسلسل التركي والمكسيكي وراكم عارفين، واليوتيوب من فيديو لفيديو. لا انا فيا قاعده البنات بحال هكا، الا بغيت نتفرج كنكون كنقضي شي حاجه، ملي نكون كنطيب اولا كنطوي هكا الحوايج اولا كندير ماسكات كنبغي نتفرج، باش كندير كنضرب عصفورين بحجره واحده، ما كنضيعش الوقت. يعني خاصك تكوني ذكيه وخفيفه في الخدمه ديالك، دغيا تدوري بالدار باش يبقى لك الوقت انك ترتاحي، تلعبي مع الوليدات، بزاف الحاجات. اميش كدير؟ جلس نتفرج. شو عجبتك الجلسه؟ نخليهم تلعب بيهم؟ مزيان. المهم طويت الحوايج هما حطيتهم هنا غنرجعهم بلاصتهم. جمعت الدار بعدا هي الاولى، جمعت بيت الناس كيف ما شفتوا، باقا غنمشي ندوش نبدل الحوايجي حتى نتغدى مورا الغدا، حيت غنخرج ان شاء الله كنبدلو شويه الجو. البارح بقيت في العرس ديال بنت خالي، ايوا صافي عبدو ما جلسش معاه وداكشي، دابا نجلسو شويه ونتغداو باش نحسو براسنا جلسنا اونصومبل ويكاند. المهم هادشي اللي كاين، عرفتو عييت والله عييت، ولكن مزيان كتنحيد عليا الشقه دابا باش غدا يكون عندي الوقت. غنشارك معكم دابا اختي الكادوات اللي جابت لي بنت خالتي فتيحه. المهم جابت لي انا ساكو صبيبات زويون، واحد الصبيبات ديال زارا زوينين، نشارك معكم بعدا ديال عبدو. عبدو جابت ليه تيشورتات ديال سيليو حيت كيعجبوه، غنبدا لكم بهاد الصفيفر هو الاول زوين، شوفو سيليو عندهم حوايج ديال الرجاله زوينين،
المهم هذا هو الاول. جابت لي هذا توا في الكغي. صراحه هادو راه عزلتهم انا وياه، بقات ملي كتكون كدير كدور في لي ماغازان تما كتبقى دير معايا ابيل فيديو كتقول لي شوفي هذه شوفي هذا شوفي. دابا حتى الصبيبات ديال زهره بحال انا اللي عزلتها، قالت لي شوفي هادو واش الكحل ولا الغوص. لا الغوص زوين زعما الكحل كلشي عنده الكحل، ولكن الغوص سبيسيال يعني كتبغي تعرف الذوق ديالنا. كاين هذا الكري حتى هو زويون عبدو كيعجبو هكا يكونوا عرادين وسيليو فيه اللشوه. الثوب ديالهم رائع. هذا هو الثاني وهذا الثالث. راه معروف هاد الفصاله اللي كتكون عند سيليو هكا كيكونوا مطلوقين فيه هاد الجويب هنا. والثوب ديالهم زوين. هذا خيط وهادو يمكن قطن، هادو الصفرين بجوج خيط وهذا يمكن قطن. المهم الثوب زوين رائع. ندوزو دابا عند السي امير شنو جابت ليه. السي امير حتى هو جابت لي حتى هو تيشورتات. كاين هذا عجبوك امير؟ شتي ولا مازال شتي امبارح؟ ما شفتيهمش كاع ما شافهم. ها انت ها الاول زوين. هذا الزوغه كتعلمني شاف واحد الفيلم عجباتك؟ ياك شافها فشي فيلم. وكاين هذا جابتك لو غوج. شوف انت الاول شوف انت الاول زوين. وجابت لي هذا. المهم سكينه كتنسى حتى شي واحد صراحه. العائله راه كبيره وديجا هي عندها اختها وولادها وخوها وولادها كتجيب لكل شيء. ايوا جابت الكتيكيته بنت خويا براء جابت لها واحد اللبسه زوينه. ها انت يا اختي براء راه مسافره منين تجي هاللبسه ديالك. شوف اول حاجه هي الصابو. شوف شوف الغوز يا اختي صابو فن قداش خصها غير تجي قدا. شوف شحال زوين. عبدو شفتي الصابون؟ شوف عبدو شفتي الصابون؟ شفتي الصابون شوف شحال غزال في الغوص. وجابت لها هاد اللبسه الثانيه. شوفوا البونتاكور يا لالا والفوقاني ديالو شوفوا الفريفرات. اي اختي راه مع الشعه كيبانش. اي صبروا عليا المهم قلت نبارطاجي معكم وصافي. ها انتم الله يخلف عليها قلت لكم راه كتفكر كلشي مسكينه كبير وصغير. اللبسه الاولى واللبسه الثانيه خضراء. والصابو يا اختي الصابو اللي كيحمق عشر طيب. ندوزو دابا الكادو ديالي. شوفوا لي التصويك الرائع في الكحل حتى هو شفتو مني كانت باقا في فرنسا وقلت ليها زوين صراحه انيق. انا حسب لي خداتو ليها مع الشعر. شوفوا كيتحل من هنا والداخل كيجي فيه ساك واحد اخر هنايا هكا وكيتسد. والصمتة تقدروا تهزو بحال هكا باش نسدو. اما تهزو صمتة طويلة واما تقصرو. جات ماما امير كيعاود ليها انت شوفي اختي شوفي حوايج براء. شوف اجي حداي ماما زوين قلت لي فن. ها ماما قولي لهم السلام. سلام واش كيسولوا عليك والله العظيم. هاك اش كدير انت قلت انت السلام. السلام عليكم. اللي جات اللي شدات الكاميرا ماما والله الا سولوا عليك بزاف قسما بالله. دابا انت كتقرا التعليقات عرفتي الناس كلهم سلموا عليك وقالوا تبارك الله ماما زوينه والضحيكه بقاي ديما تباني معايا وقالوا لك وقالوا لك راه فنين قالوا لك راك باينه فيك حنينه. واحد البنات قالوا لي الله عرفنا منين جبتي زعما هاد القبول وهاد الشيء الحلاوه راه من عند ماماك. كدير لاباس عليك الله يحفظكم قالت لي اختي يا ربي امين. وها انتم شوفوا لي الصبيبات يا اختي يبان لكم اللون فاقع ولكن مع شي كسيوه يا سلام شي عشيوه حتى هي. الله يجيب لنا شي عراده وعبدو الله يجيب لنا شي عراده. هانتوما هذا ديال زهره نيت انايا انا اللي عزلته معاها كان في حاطين فيه النواغ وهاد الغوز هكا. قالت لي واش ناخذ النواغ ولا الغوز. قلت لها خدي الغوز شويه ديفيرون عرفتي زوين. قلت لها اينيك اما في النواغ جاي عادي وديجا كيكون عندنا النواغ بزاف. المهم دابا الصبيبات يا اختي بوانتو لي طالون ديالو بحال هكا وصافي. كان عندي انا هاد الصبيبات وداك السويك
جوج كادوات اللي زوينين غزالين. نقول لها شكرا بزاف ورداك في ساعة الخير ان شاء الله، والله يدوم ماما محبة بيناتنا. شوفوا لي اختي الحب والحنان من يجيو من انت دابا بعدو مني بعدو من الكاميرا منين تجي اختي وما يتحبوا. ايوا هادشي اللي كاين، المهم نجمع هادشي. والغديوه راه كطيب، راه كطيب كوكوط كتصفر يا اختي. ومني نتغداو ان شاء الله غنرتاحوا شويه وعاد ندوش ونحيد الضفيرات، نبغى ندير الغوش نبدل شويه ونخرجوا نبدلوا الجو. وهادشي اللي كاين، المهم انتما كدوزوا معايا النهار، داكشي اللي درت غنشاركو معاكم وخليكم معايا. صوبت شويه د اللحم مقلي هنا، دخلته الفران غير تشمع شويه، وهنا عندي لي فخيت كنصاوب فيهم. المهم درت قليه، باقا ليا غير قليه هنايا والبصيله. اش كتنقب عبدو كينقب ليا لي فخيت؟ قليت قليه وباقا ليا وحده، وكنتسنى غير البصله تقلى واحد شويه. مازال خصها تقلى صافي ندفع عليها. هادي هي الغديوه ديال اليوم، الغديوه ديالنا هي طابت. عبدو صوب لنا عصير اختصاص ديالو، انا صوبت المهم مريحه كيما قلت لكم تقلات مزيان كتشهي. وصوبت شليضه بحال ديال البارح ديال شاركت معكم الفيديو اللي فات وقيله ديال مطيشه وفلفله. جاب عبدو ديما واحد الفلفله، قلت اجي اليوم عليك كنقلب. وصوبت خبيزه بحال ديك اللي صوب لكم عبدو ديك النهار، شوفوا كي كتجي فنه. دخلوا عندو القناه ديالو خبز تركي كتجي مفشفشه زوينه هانتوما، عرفتو مهويه ماشي هانتوما رائعه. كنحل لكم باش تشوفوها. المهم درت لي انا على هذا الشكل وغنتغداو بصحتنا وراحتنا ماما بسم الله. وتغدينا الحمد لله، وهنا نفرك هاد المعنات اللي بقاو صراحه. صافي مني صوبت الغدا خليت الماعن، قلت صافي مورا الغدا نحيد كل شيء، جمعت كل شيء في لاماشين، داكشي اللي كيدخل لاماشين. بقاو لي هاد الكاسرونات وهاد المقله المقالي اللي ما كيدخلوش حتى هما، فركتهم وصافي غنمشيو نجلسو نرتاحو. كنا بغينا نخرجو نديرو قهيوه صراحه، ماما قالت لي عيانه بغيت غير نشوفكم نجلسو نرتاحو، قلت لها صافي هادشي اللي كاين. المهم غنمشيو نرتاحو شويه نتفرجو حتى نفيقو نديرو شي بريد ديال اتاي، وحنا المهم هكاياك مجمعنا وماما وكنتعاودو فين غنمشيو وشنو غنديرو. قلت لكم هاد السيمانه عندنا غير العرادات الحمد لله، الله يكثر علينا الافراح والمسرات يا ربي. صافي جمعت هادشي كلشي، لا ماشي تا هي غنخدمها باش مني نفيق ان شاء الله الناس واحد شويه مني نفيق نخويها. البنات اللي سولوني عليها واش صدقات لك شنو التجربه ديالك، الصراحه الله عمرها دار زوينه بزاف بزاف لا مارك اللي عندي بوش، والصراحه صدقات ليا نهار خديتها زوينه. كتغسل مزيان مره مره، كتبدلوا ليها هكايا في 6 شهور كتبدلوا ليها الملحه، وصراحه زوينه عمليه. المهم البنات نعسنا وفقنا ودرنا كويس ديال اتاي وحطينا شويه الفاكهه، ولكن اختكم صافي فقط مقلوبه. وقالت لي ماما صافي والو يلا وصليني هنا، وصلت وراني راجعه غير بوحدي كنصور لكم. المهم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله وبسلامه.